مش حاجه اسمها كده في الفورمز، انت لازم تسبميت بايديك. انت فات على ميعاد تبدا الساعه 8، حسولي دخلت الساعه 8 ودقيقتين فقفلت عند 112 دقيقه، مش حاجه اسمها كده. انت دخلت متاخر تسبميت على نفس الوقت اللي قلت لك هيخلص عندك كويز يعني 8 و10. يعني طب ما لو الموضوع مفتوح كده كل واحد يخش في الميعاد اللي هو عايزه، يعني تخش 8 وصاحبك يخش 9 ياخد اجاباتك، يخش 9 يخلص الكويز في 10 دقائق. ما فيش حاجه اسمها كده يا شباب، الميعاد موحد لينا كلنا، حتى لو اخترت ميعاد يناسبكم. انتوا اللي قلتوا مش هينفع نصف الساعه 4 ومش هينفع الصبح، خلينا من 8 بالليل. طب انا ليه اخرت الميعاد وخليته ميعاد مناسب للناس كلها؟ ما فيش حاجه اسمها الكلام ده خالص يا شباب. يعني وبعدين ما حدش يقول لي المفروض يحصل كذا، لا هو مش المفروض يحصل حاجه، المفروض انت تسمع الكلام اللي اتقال لك في البوست وتركز. طب انا بقول الكلام ده بثقه يا شباب عشان في 556 واحد جاوبوا وما عندهمش اي مشكله في اي حاجه. لما تكون الدفعه 600 في 550 واحد مجاوبين وما عندهمش مشكله في اي حاجه، يبقى المشكله عندك انت. مع ذلك يا شباب انا بساعدكم، انا مش برخم على الناس ولا بحاول ان انا اضايقكم ولا انقصكم درجات، بس ما حدش يدخل يحاول يعني يبين كل مشكله يعني عنده ويقولها بطريقه يعني مش لطيفه اتقالت في بعض الاحيان. يعني فيا شباب يعني المشكله عندك، لان اغلب الناس فهمت واغلب الناس سلمت في الوقت المناسب اللي كان موجود، واصلا 10 دقائق كتير، وانا اصلا اديت اكتر من 10 دقائق، يعني اديت 12 دقيقه بالظبط. انا سلمت حطيت البوست الساعه 8 الا دقيقه وقفلت على 8:12 دقيقه مش على 8:10. ومع ذلك الناس برضه اشتكت وكل الناس عملت مشاكل. يعني فيا شباب يعني بالنسبه للكويز انا بالنسبه لي النتيجه مرضيه، حتى اغلب الدرجات يعني تعمل الافريج بتاع الدرجات 8 و8.5، يعني الناس كلها تقريبا قربت من 10، يعني ده الافريج. فبالنسبه لي النتيجه مرضيه جدا. بالنسبه بقى للكويز هنعمل ايه للناس اللي حصلت لها مشاكل والكلام ده كله، الدكتور علي كان بيقترح ان احنا يبقى عندنا كل كام لكتشر يعني في كويز هيتعمل، يعني هيبقى اكتر من واحد، ممكن ناخد البست بتاعهم او ناخد الافريج حسب يعني الاظبط ليكم في الدرجات. تمام. دلوقتي كمان باشمهندسه قولي لهم على ميعاد الكويز اللي جاي وموضوعه ايه. ان شاء الله شباب هيفضوا في كويز يوم الاربعاء اللي جاي ده على لكتشر 3 و4، احنا قررنا نعمل الاربعاء ده مش اللي بعديه عشان اللي بعديه في ميد ترمات ولسه هتعترض عشان ميد ترم او كده، فاحنا هنعمل الاربعاء ده على طول. وده وضع عشان الناس اللي عندها مشاكل في كويز 1 يبقى في امتحان اكتر من مره، يعني ممكن كل كام لكتشر كده نعمل كويز يبقى عندك اكتر من كويز امتحنته. لو حصلت لك مشكله في واحد مش هتبقى مشكله بالنسبه لك في الدرجه بالظبط، يعني عملت سنه مش هتطلع حاجه مش هتتاثر. تمام. هو ميعاد الكويز الجاي امتى؟ الاربعاء الجاي ان شاء الله نفس الميعاد شباب، الاربعاء اللي جاي الساعه 8 بالليل هيبقى نفس الميعاد بالظبط كل حاجه. تمام. واحنا ما عملناش الكويز في الاربعاء اللي بعد اللي جاي عشان طيب شباب هي برضه عندها بتقول فورم ما اقدرش افتح او يتعمل او كده، شباب افتحه من اللابتوب او الكمبيوتر اضمن ليك من الموبايل، يعني ده رايي لان يعني في ناس بتبعت لي سكرين شوتس من الموبايلات، فمش لازم الكويز تخشوه من الموبايل، ادخله من الكمبيوتر يعني افضل. ولو حصل اي مشكله في الـ يعني في الكويز او حاجه وانت بتسميت ابعت لي قبل ما الكويز ينتهي، يعني انا ببقى قاعده مستنيه اي حد يبعت لي اي مشكله. وبرضه شباب تاخد بالك ان الوقت هيقفل عليك، يعني لازم تسميت قبل الوقت اللي هكتبه لك، ما حدش يستنى الفورم تقفل عليه. طب معلش يا باشمهندس انا عندي في نفس الوقت ده كويز يومين، ممكن نغير الميعاد؟ عندك مشكله الساعه 8 يوم الاربعاء؟ عندي كويز يومين. عندك كويز يومها؟ ممكن نخليه 9 او 7 نغير الميعاد بس. انت عندك كويز نفس الميعاد بالظبط؟ الساعه 8 يوم الاربعاء. كم واحد عنده المشكله دي؟ بتهيألي مسجلين كلهم حاجه كويز الهيومن الساعه 9 او 9 وربع. لا انا بقول كم واحد عنده المشكله دي، يعني كم واحد عنده مشكله في ان احنا نعمل الكويز يوم الاربعاء الساعه 8؟ هل انت بس يا دينا؟ هو انا انت بتقولي الكويز الساعه 9 الكويز الساعه 8 كويز الهيومن هو 9 يبقى مفيش مشكله، بس هو الساعه 8 هما كاتبين على الجروب ان الساعه 9 9 و9 وربع حاجه زي كده. يا جماعه انا سؤالي كام واحد عنده مشكله في يوم الاربعاء الساعه 8؟ احنا مش عاوزين نغير الميعاد. لو كانت دينا بس مفيش مشكله خالص، بس اللي مسجلين نفس المدرسه نعم مشكله، طالما في حد واحد عنده مشكله فكل الناس اللي مسجلين المادتين مع بعض هيبقى عندهم نفس المشكله. الحضور دلوقتي لا طب معلش يا دكتور انا اسفه، هو فعلا الكويز الساعه 9 بس الاربعاء، معلش انا اسفه جدا.
نعم معلش انا اسفه، هو الكويز فعلا الكويز اليوم الساعه 9 مش 8، انا اتلخبطت معلش انا اسفه جدا. يعني الميعاد بتاعنا مظبوط. معلش انا اسفه انا بس اتلخبطت. طيب حصل خير، كويس ان انا اتكلمت اهو، يبقى مش هنغير حاجه. تمام شكرا، معلش يا دكتور انا اسفه. حصل خير يا دين. باشمهندسة من حضرتك عايزه تدي لهم اي انستراكشنز ثانيه؟ لا تمام، هو كل اللي انا طلبت منهم يعني هو ان هو بس يعني يرو البوست كويس، ركزوا في الميعاد اللي هيقفل فيه الفول ويسبميت قبليها بايش عليها. يعني عنده اي مشكله وسط الكويز في نفس الوقت الكويز يبعت لي المشكله بتاعته ايه بالظبط، ماشي استنى بعد ما تخلص المشكله وبعد كده يقول لي مش اصلا ما عرفتش. ماشي مفيش مشكله لو انت حصل معاك كده فعلا في الاخر انا برضه معاك، بس يعني برضه شباب الناس دي بمشاكل عقلانيه، مش حاجه اسمها انا فتحت 8 دقيقتين وقفلت عند 8:12، لا ما فيش حاجه اسمها كده. انت طيب. تفتح في الميعاد المحدود محدد وتقفل في الميعاد المحدد بالظبط، ده انت المفروض تعمله. طيب شباب المره الجايه ان شاء الله في كويز واحنا هنحاول نساعدك ناخد البست وناخد الافريج، ناخد احسن حاجه بالنسبه ليكوا في الدرجات نرفعكم، مفيش مشكله خالص. الناس تجتهد وتحاول تذاكر اخر محاضرتين 3 و4 اللي هيبقى عليهم الكويز ان شاء الله. ان شاء الله. عمر محي الدين عايز يقول حاجه عشان رافع ايده. دكتور استاذن باشمهندسه، لو ممكن الكويز يتعمل ان احنا يعني بعد ما نخلص نشوف اجاباتنا ونشوف الدرجات او نشوف حتى الدرجه. انا هبعت لكم الدرجه دلوقتي بتاعت الكويز 1، هريليز السكور ما هو انت بيبعت ياخد منكم الميلز وهبعت لكم على الميل دلوقتي الدرجه بتاعتك بتاعت الكويز. باشمهندسه بعد ما اعمل سبميت يطلع لي السكور على طول؟ انا بس ساعات بخاف من الاوبشن ده بحيث ان هو لو حد مثلا عنده مشكله يعني لو انا مش فاهم دي ليه هيبقى الموضوع يعني هيبقى شويه يعني هيعمل مشكله كبيره يعني هنلاقي مسجز كتير قوي، فانا ببقى عايزه اريليز مره واحده وممكن مثلا ساعتها يبقى في محاضره بعدها او كده فنتناقش في المشاكل اللي عندكم عشان انتوا 600 حد فلو كل واحد عنده نقطه مشكله. اتفضلي. انا المره اللي فاتت لما جيت فتحت الكويز فتحته من اللاب وفتحته من الموبايل وقعدت كتير، الفورم ما كانتش مخلياني ان انا اعرف اسجل لا في الايميل ولا في الاي دي، وقعدت كتير كده من الساعه 8 لحد الساعه 8 و7 دقايق. طب عشان كده ما كنتش لاحقه ان انا احل كل الاجابات، فعشان كده قفلت متاخر يعني قفلت متاخر دقيقتين. فانا بعد كده مثلا لو حصلت المشكله دي تاني يعني اتصل او ايه غير ما هتبقى مشكله الانترنت كونكشن عندك هل او انا كنت فاتح ساعتها من اللاب ومن الموبايل؟ اي ما هتبقى مشكله في الانترنت كونكشن يعني كونكشن بتاعتك بتاعت الانترنت هتبقى فيها مشكله، معناه ان هو مش برد خليكي او الفورم معلقه او مهنجه او يعني الريسبونس بتاعك متاخر يبقى في مشكله في النت في الانترنت. معلش حاولي تحليها يعني حتى وقت الكويس يبقى معاكي هوت سبوت على الموبايل او حاجه تشغلي 4G لو حصلت المشكلة دي تاني، يعني حاولي تصرفي الأمور يبقى معاكي يعني كذا أوبشن يعني غير واي فاي، يبقى في مثلا معاكي موبايل عليه ديتا أو حاجة وافتحي هوت سبوت. فاهميني؟ طيب شكرا يا باشمهندس، احتاجي عشان الموضوع ينجزك يعني. بس هي للأسف أنا مقدرش أتحكم في القصة دي لأن أنا لو يعني لو فتحت وقت كويز كبرته قوي الناس هتخش المحاضرات وتجيب الإجابات والكويز خلاص. شفتوا انت الكويز أصلا ما كانش صعب، هو عبارة عن ما ياخدش 10 دقايق هو ياخد 5 دقايق حل بالظبط، أنا زودتها عشان المشاكل اللي بتحصل عندكم لو زودتها أكتر. بس أيوه بالظبط لأن بتحصل مشاكل في النت عندنا يعني أنا عارفة، أنا متأكدة إن الكويز ده ما ياخدش 5 دقايق حل لو حد عارف الإجابات. هي الفكرة بس يا باشمهندسة إن هو بسبب النت وكده كان يعني في ناس فتح معاهم الفورم متأخر وفي ناس ما فتحتش معاهم الفورم. ما انت كطالب يعني عندك كويز اونلاين يبقى لازم تاخد بالك ان عندك كذا اوبشن، يعني الواي فاي شغال الواي فاي ما اشتغلش معايا هوت سبوت على الموبايل افتح في ثانيه احل وانجز نفسي، يعني لازم يبقى عندك يعني عامل نفسك كذا يعني اوبشن. فاهميني ان انت تاخد بالك انت يبقى عندك انت الاحتياطات دي. تمام شكرا يا باشمهندس. مع ذلك يعني في الاخر لو ده ما ظبطش ده ما ظبطش كلمني وانا هتصرف ان شاء الله. في حد تاني رافع ايده؟ انا ممكن بس استفسار، هو هل ممكن علشان بس موضوع المشاكل اللي بتحصل من الفورم ممكن نعمله على ال ام اس افضل؟ ما هي مشكله شباب ان ال ام اس انا بقلق منه في عدد كبير ده ان هو يقع، ده هو جوجل احسن بكتير مش متخيلين يعني انتوا لو جوجل يعني قصدي لو ال ام اس هياخد 100 وتمام مش هيعلق، جوجل هياخد 600 700 ومش هيعلق يعني او مش هيقع. انا قلقانه جدا من ال ام اس في عدد كبير ده. هو ال ام اس اكيد هيقع لو دخل على 600 واحد بالظبط. تمام خلاص، يبقى انا مش بعمل كل التعجيز ليكوا يعني.
تمام. حد تاني مين عايز يتكلم ولا يوسف؟ هو كده ان شاء الله يوم الاربع في كويز تاني على محاضره 3 و4 صح؟ تمام. بنفس الطريقه بنفس كل حاجه، كل حاجه زي ما انت شفتها بالظبط. في حد عنده اسئله تانية؟ تمام. هل دكتور باشمهندسه منى تحبي تقولي لهم اي دايركشنز تاني ولا انا اخش على طول اكلمهم على موضوع ريبورت؟ احنا كام جاي دكتور هنتكلم على ريبورت عشان تمام. لما يشهد يسلمه ان شاء الله. انا اكلم معاكم على على ريبورت. بس مش عارف ايه اللي حصل. هل ليا يعني طريقه ان انا اعمل شيرينج لان انا فتحت اهو؟ مش لاقي ال استغرب اهو. باشمهندسه ميرنا دلوقتي بحاول اعمل شير، مش عارف هل محتاج ان انا يبقى عندي open share tray. browse load from my computer a desktop اهو. هل يا جماعه كده باين؟ بس كاتب فايل تايب از نوت سبورتد مع انه مايكروسوفت وورد. عندي مشكله في ال غريبة. نعم. اعمل ايه يا ميرنا؟ واحد ممكن تجرب نشير سكرين كلها مش الدوكيمنت اللي هي الوورد. شير سكرين اهو. شير سكرين. ادي انتاير سكرين. بالظبط. وادي شير اهو. بس هو ما عنديش فرصه ان انا ادوس على شير. حضرتك دوست سيلكت سكرين، دوس على سكرين تاني اللي هي الربع كيو ده اللي فيه شكل. حضرتك دوس عليه هيطلع يظهر لك ان هي كلمه شير. بالظبط. انا دوست اهو على الانتاير سكرين وما فيش، واعمل شير. طيب كده ظهر عندنا السكرين انت حضرتك. ظاهر عندكم؟ طيب ظاهر عندكم ده دلوقتي؟ تمام. احب كنت تفتح الوورد بقى هيظهر مظبوط كده ظاهر. لا يعني كلمه اي اس يو 114 اس سيلكتد توبكس اون كونتمبرري ايشوز دي موجوده عندكم؟ تمام. بص حياتك بقى، ادي احنا هنبعت لكم الملف ده وده بيبين ايه اللي مطلوب منك. يو ار ريكوايرد تو سبميت ا جروب ريبورت with the number of participants زي ما اتفقنا can be from 4 to 6 students. Students in each group can be from different specializations. يا ريت باشمهندسه منى تقولي لهم على السبريد شيت اللي انت عاملاه، لان لازم الجروبس يكونوا اتفقوا مع بعضهم ويكون العنوان بتاعهم معروف عشان انا اوافق عليه. ممكن تقولي لهم على الحته دي يا باشمهندسه منى؟ طب بصوا يا شباب، احنا المفروض انا هبعت لكم دلوقتي اونلاين اكسل شيت كده. كل اللي عليك انك تدخل على اللينك بتاع الشيت، هتخش جوه تكتب اسامي الناس الموجوده في التيم، الاي دي بتاعتهم والاسم الريبورت اللي انت هتتكلم عنه. يعني انت كل واحد فيكم هيختار، هتقعدوا مع بعض تختاروا اسم الريبورت، واحد منكم هيدخل على الشيت تكتب اساميكم والاي دي، وندع على بعض جروب واحد، يعني يبقى معلم ان ده جروب واحد،
هتكتبوا جنبه اسم الريبورت بس. بعد كده دكتور انا ودكتور هنتناقش في اسامي الريبورتس دي، اذا هي تمام خلاص احنا هنقولكوا تبروسيد يعني في الريبورت بتاعك، لو في مشكله هنقولك. تمام بالظبط، هو ده اللي هيحصل اللي احنا هنعمله بالظبط. تمام بعد كده بنقول ايه بقى؟ The subject of the report is about Egypt mega projects، يعني سواء project محدد، سواء مجموعة من البروجيكتس، سواء viewpoints على الموضوع اللي بنتكلم فيه، ودي متروكة لك انت والموافقة بتاعتي. The following are some important content and format issues. لو انتوا كنتوا خدتوا الكورس بتاعي اللي هو برضو باشمهندسة منا معانا فيه، اللي هو اسمه Technical Writing and Communication Skills، فاحنا كنا بنتكلم على content and format of reports. لازم يكون في front page فيها four pieces of information، اكيد انتوا عارفينهم ايه هم دول. You may use graphic on the title page، ولازم يكون متكون على الاقل من ثلاث اشياء: introduction, review of material selected، وبعدين لازم تكتب section على your own reflection on material presented، يعني رأيك الشخصي. يعني انت الريبورت بتاعك ده يبقى فيه جزء من تفكير المجموعة، مش مجرد ان انا جبت حاجات من الانترنت ولزقتها في الريبورت ويبقى هو ده ريبورت. ريبورت سايز from 5 to 10 pages excluding the front page and list of contents، يعني ريبورت هيبقى من 7 ل 12. You should include at least 2 photos or maps or graphics and one table of values with proper captions. الفورمات هيبقى انت تستخدم الديفولت اوف الثيم بتاع الام اس وورد الفيرجن اللي انت بتستخدمه، بس كل التايتلز لازم نختارها من الستايلز جاليري اللي هو اللي انا بشاور عليه ده. شايفين الماوس بتاعي ولا مش شايفينه؟ شايفين يا شباب؟ تمام يا دكتور. وبعدين you have to produce a list of contents من الستايلز جاليري، list of illustrations and list of tables أو أي list تانية. وبعدين you have to generate a list of references عن طريق إنك أنت بتروح عند references وبتقول insert citation عشان تبين أنت جبت المعلومات منين، وبتختار الستايل زي ما أنت شايفين على حسب الستايل اللي أنت عايزه. You should get the consent of the course coordinator اللي هو أنا ومرنا on your report title before you start writing. You should submit your reports starting from the 7th week ending on the 13th week. يبقى انت عندك من الاسبوع السابع للاسبوع ال13 تقدم الريبورت. بس احنا هنعمل حاجة بقى ما كناش قلنا عليها قبل كده، ان احنا هنختار من الريبورتس المتقدمة بعض الريبورتس يعملوا verbal presentation according للجادجمنت بتاعنا على مستوى الريبورت المتقدم. هل كده الامور واضحه شباب؟ تمام يا دكتور. تمام اورايت. لو معلش يا دكتور سؤال بس، هو ايه الفرونت بيج، ايه الفور بيسز اللي فيها؟ ما هو انت بقى لو كنت حضرت الكورس بتاعنا، بس انا هقولهم لك يا حبيبي. الفور بيسز عنوان والتاريخ والريبورت مكتوب لمين ومين اللي كاتب ريبورت، كده اربعه. تمام شكرا دكتور. حد تاني عايز يسألني حاجة تانية؟ اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هننتقل الى الباوربوينت بريزنتيشن ونكمل الكلام على الميجا بروجيكتس، وطبعا هيكون في فيديو كليبس وهنتناقش فيها. بس الاسابيع اللي جاية كلها very يعني busy بالسبيكرز، فغالبا the next week دكتور حسن مهدي ده خبير الطرق ده هيكلمنا على مشروعات الطرق في مصر، وبعدين هيبقى followed by other experts زي ما عملنا معاكم في المرتين اللي فاتوا. فدلوقتي I will move from this وهروح أفتح الميجا بروجكت. سؤال معلش، هتفضل الجاي يبقى في محاضرة ولا تبقى واقفة؟ نعم؟ الحد الجاي يبقى في محاضرة ولا تبقى واقفة عشان الترم؟ لا هيبقى في محاضرة. طب ما احنا نبقى في الامتحان، يعني نبقى رايحين الامتحان. انتوا عندكم امتحانات يوم الحد من 10 ل 11:40؟ لا نبقى الامتحان يبقى 12:30.
طيب هل في مشكلة انكم تحضروا المحاضرة وبعدين تروحوا الامتحان؟ انا ساكن بعيد يا دكتور، بنزل قبلها بساعتين. كم واحد عنده المشكلة انه هو مش هيقدر يحضر المحاضرة بتاعت الاسبوع الجاي؟ انا هقول لكم ايه المشكلة اللي عندي، ان انا I have already committed myself to speakers. دول ناس مهمين وقتهم صعب، فاحنا under any conditions we will run the show, we will conduct the lecture وهتبقى recorded. فالناس اللي هم مش هيقدروا يحضروا المحاضرة سواء يسمعوها وهم جايين في المواصلات او يكون عندهم وقت وما يكونش عندهم امتحان بعديها هيحضروا، اللي مش هيحضروا they are going to listen to the recording. لان انا في الكوريكولا ديسكريبشن بتاعكم ما عندكمش ميد تيرم، فانا I'm not going to lose a week عشان ناس تانيين بيمتحنوا. يا رب يكون كده وجهة نظري واضحة. تمام. احنا كنا بنتكلم على مجموعة من البروجيكتس related to construction, energy, agriculture, logistics and ports و transportation. فانا الجزء الاولاني I covered in the first and second lecture I will skip طبعا، وهخش على موضوع جديد قوي اللي هو اسمه the Northwest Coast Development Project. الحقيقة الساحل الشمالي حاجة مهمة في مصر، وهو تالت National Project في مجموعة من National Projects في كل مصر. والبروجيكت ده كان ضمن National Strategic Plan for Urban Development in 2052. فاكرين السنة 2052 دي السنة اللي الدكتور أيمن قال لكم هيبني فيها مشروع العاصمة الإدارية. جيرو يبقى فيه جماعة، طيب هو جماعة كم هو هنا؟ يا ريت الشخص اللي بيتكلم ده يقفل المايكروفون، والنبي يامرنا لو في حد بيعمل نويز يعني you can switch him off from your side. With the government has currently taken some serious steps. The first project was the new Suez Canal, and the second one is the Golden Triangle for mining in the Eastern Desert. فهم دول الثلاث مشروعات الكبار، واحنا بنتكلم على the Northwest Coast Development. Where the project coincides with the plan that is being implemented by the government to demarcate the future borders of the governorate. يعني المشروع ده هيعيد رسم حدود المحافظات. Provide development and investment opportunities and establish new urban communities to accommodate the population increase that's being expected in the coming decades. This plan includes the addition of three new governorates. These governorates are Central Sinai, دي محافظة جديدة، Oasis اللي هي جواها واحد الواحة البحرية واحد فرافرة، والعلمين اللي هي جواها العلمين والضبعة والحمام وحاجة اسمها فوكا، which extends from العلمين to Saloon to Saloom about 500 kilometers and has a desert hinterland extending to 280 kilometers covering an area of about 160,000 square kilometers. مساحة كبيرة جدا. أهمية المشروع ده هو إن it is unique and distinctive. In what sense? It has all development resources distributed all over the public to be concentrated in the northwestern coast and its desert hinterland. The northwestern coast and its various resources represents Egypt's hope to absorb overpopulation for the coming 40 years. And these projects also provide 11 million job opportunities by the year 2052 اللي هي target year بتاعت strategic plan اللي الدكتور أيمن أشار إليها وهو بيتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة. ده عندي ثلاث صور الحقيقة أو أربعة. دي الصورة الأولانية بتبين لك إن يظهر النورثرن كوست ده متقسم جزء على الويست وجزء في الإيست. فالجزء اللي في الويست ده اللي هو
اسمه Mediterranean Mainland Zone، والجزء اللي على اليمين أو في الشرق اسمه Mediterranean Sinai Zone، ويبتدي بورت سعيد. هنا بقى دي أسامي كل المناطق الجغرافية اللي موجودة في المينلاند زون. الخريطة الثانية أقوى شوية، بيتبين بقى فوكا اللي احنا ذكرناها، والجراولة، ومرسى مطروح، والضبعة، وسيدي عبد الرحمن، ومارينا العالمين. بص كده فوق مكتوب ايه؟ 75 كيلومتر from مرسى مطروح International Airport، حوالي 45 minutes drive بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. وهنا project location بتاع فوكا، وبعدين 108 كيلومتر from مارينا العالمين، حبقى about 1 hour and 5 minutes drive بسرعة 100 كيلومتر per hour. تمام يا شباب؟ هنا بيدي لك صورة عن التخطيط العمراني بتاع البروجكت، وهنا صورة برضو على الهاي واي جنب البحر الأبيض المتوسط. الحقيقة في مشروع تاني اللي هو اسمه زاداميتا فيرنيتشر سيتي. هل كلنا يا جماعة عارفين حكاية الدميتا فيرنيتشر سيتي دي؟ ولا مش عارفينها؟ هنتكلم عليها. اللي هي مدينة الأساس في دمياط. حد سمع عن البروجيكت ده قبل كده؟ ولا قرى عنه؟ يلا يا شباب. لا دكتور ما سمعتش. حاجة عجيبة، ما يجراش حاجة. هذه فرصة كويسة ان احنا نتعرف على المشروع الجميل ده. خلي بالكم ان محافظة دمياط لها محافظ سيدة، وان هي المحافظة الوحيدة اللي في مصر اللي نسبة الـ unemployment فيها زيرو. دمياط فيرنيتشر كومبلكس is a national mega project to boost the furniture industry in Egypt and support furniture production in دمياط. في الوقت الحالي ان صناعة الاساس هي اكتر صناعة بتزداد مع بتكبر مع بسرعة، وهي تقريبا قيمتها 14 مليون جنيه، وان التصدير يزداد بمقدار 1.56 في الخمس سنين اللي فاتوا، وتوصل لحوالي 2.3 بليون per year. In addition, the sector gained a strong reputation across Europe and the Middle East. طبعا مدينة دمياط مشهورة بالأساس، وشهرتها دي بقت موجودة في الشرق الأوسط وفي أوروبا. Factors contributing to the success of this mega project include Damietta's strategic location close to Cairo, Alexandria and the Suez Canal, and globally centered between Europe, the Middle East and Africa. Other factors are the highly trained and cheap labor force with strong global growth figures of 13.5% of the sector, which makes this project the perfect opportunity to rise the industry in Egypt in order to continue competing with global markets. عارفين ايه البلاد اللي بتكمبيت مع مصر في صناعة الاساس؟ ولا ما تقدروش تخمينوا كده اني بلد فيهم؟ Production costs in Egypt are 14% lower than those in Europe, the advantage, while shipping costs to Europe are 50-70% less than the costs from China. اهو البلد اللي بتتنافس معانا مع ان ساعات الكواليتي بتاعتها ما بتبقاش زي الكواليتي بتاع دمياط هي تشاينا. فالارقام 14% و50 و70 دول عباره عن اسباب لان احنا نكومبيت ويز تشاينا. The Damietta project is built according to specialized industrial clusters consisting of several units, including the furniture retail complex, small industries complex, Egypt furniture mall, housing units for workers, wood industries workshops, and is supported by a renewable energy station and other facilities. لأنها متصممة على إن هي تبقى integrated project.
Egypt has finalized the agreement with Italian experts. يبقى زي ما شفنا الصين ككومبيتيتورز هنستخدم الإيطاليانز في إيه بقى؟ To establish a technological and training center for the furniture industry جوه مصر. In addition, the Egyptian government holds another agreement with Italian producers to transfer know-how to Egyptian workshops and factories. Machinery and equipment will be provided to local manufacturers through payment facilities within different social funds. هنا يدخل بقى السوشيال فاندز اللي بتساعد مصنعي الاساس ان هم يجيبوا المكن بتاعهم بتسهيلات نقديه. زي ما اتفقنا كل بروجكت بنوريكم فين مكانه الجغرافي. شايفين المكان الجغرافي ده ولا مش شايفينه؟ انا بس كبرت الخريطه عشان اوريكم دمياط بعيده قد ايه عن القاهره، وان هم عاملين جنب القاهره حاجه اسمها مول اوف دمياط غالبا عشان المنتجات بتاعه دمياط تبقى اكزيبيتد في المول دي. عشان كده الخريطه فيها دمياط اللي فوق ومول دمياط تحت. هنا بيبين صوره من داخل ورش العمل اللي بيتم فيها انتاج قطع الاساس. تمام. قبل ما اروح على الجولدن تريانجل هنتفرج مع بعض على دمي. خلي بالكم الغرض من ان احنا نتفرج على الموفي ان انا يجي لي فيدباك بعد ما تتفرجوا على الموفي، فعاوزكم تركزوا قوي وتشوفوا what is the most outstanding features اللي جوه الموفي، واذا كان ليه علاقه بالكلام اللي قلناه ولا لا، واذا كان فيها حاجه جديده او حاجه تحب انك انت ما تكونش عرفتها قبل كده. Let us see. سامعين ولا مش سامعين؟ سامعين. اه تمام تمام. Thank you.
شباب لاحظتوا ايه الفيديو ده؟ فيه حاجات يعني تسترعى الانتباه، زي ايه يا شباب؟ انا خدت بالي ان المدينه هتبقى متكامله من كله، في فنادق وهايبر ماركت وكل حاجه، بس انا ما لمحتش منطقه سكنيه. هي مش فيها منطقه سكنيه غير فنادق؟ بص، من الكلام اللي احنا قريناه قبل كده لاحظنا ان هم يعملوا مباني للعمال اللي هناك عشان يسكنوا هناك لو كانوا هم بيتنقلوا مسافات بعيدة، لكن أكيد مدينة دمياط الأساس دي very close من مدينة دمياط العادية اللي فيها الأنشطة الاقتصادية العادية، فهي ما هياش معمولة عشان تبقى فيها touristic attractions. ده الناس هيجوا عشان يتفرجوا على الأساس في المولات، والناس اللي بيشتغلوا هناك ليهم سكن زي ما احنا قرينا. هل ده يجاوب سؤالك؟ بس ما فيش يعني ما ينفعش حد يعيش هناك عيشه مستدامه على طول، يبقى هو عايش في مدينه دمياط للاساس، يبقى بيشتغل هناك. لا اللي بالظبط كده، اللي يعيش عيشه مستدامه هو اللي بيشتغل هناك، لان it is designed بان هي تبقى فيرنيتشر سيتي، مش فيها توريستيك اتراكشنز وفيها حته الناس يتفسحوا فيها. تمام، لاحظتوا ان هي كلها 3D انيميشن، ما فيهاش اي صور من الواقع. لاحظت الحكايه دي؟ واضح انها لسه. وقلت دكتور لو ينفع تدينا لينك للفيديو، عشان كان في فريم دروب جامد قوي في التسجيل يعني. طيب هقول لك على حاجه. انا الفيديوهات دي كلها جايبها من الجوجل، فانا متاكد انك انت لو كتبت مدينه دمياط للاساس فيديو هيجي لك الفيديو ده يمكن اول واحد. بس تمام، شكرا دكتور. انا الحقيقه بتفرج على كذا واحد وبختار اكوردنج للجادجمنت بتاعتي، لكن انا متاكد ان 95% you will find the video without difficulty. لاحظت يا جماعة مين اللي عامل البرودكشن ده؟ يعني في الآخر كان في سلايد كده بتبين وزارة الدفاع أعتقد. بالضبط يا فندم. إيه حكاية وزارة الدفاع وكده؟ هو إيه حكاية وزارة الدفاع والمشروعات كلها فيها جيش كده؟ إيه السبب؟ السبب إن يظهر إن القوات المسلحة عندها إنفراستراكشر خطيرة في تصميم الطرق وتصميم المدن، وعندها مكاتب هندسية عالية المستوى، طبعاً بتستعين بالاستشاريين زي ما شفنا كلية الهندسة هي اللي عاملة العاصمة الإدارية الجديدة، وكمان عندهم انضباط شديد في تنفيذ الأشياء. والحقيقه نتيجه الريذم اللي سياده الرئيس بيتكلم عليه وكل حاجه بتحصل في اوقات قياسيه، اعتقد معظم الارقام دي بتتحقق نتيجه الانضباط التنفيذي، لان في ميليتري اليمنت في الموضوع. ايه رايكم في النظريه بتاعتي دي؟ مش مقنعه ولا مش مقنعه؟ اعتقد كده. انا اعرف الناس يعني عندهم الكلام بالساعه يعني بالدقيقه كل حاجه منضبطين وشغلهم في كثير من الإخلاص وكده.
هنا بقى نتكلم على حاجة تانية اسمها The Golden Triangle، والنبي تركزوا قوي في حكاية الجولدن والويل ليه سموها جولدن وليه تريانجل وفين زي أضلاع التريانجل ده. يلا let's go. The Golden Triangle the economic zone located by between إنا سفاجة والقصير. The richest areas in mining resources accounts of 75% of mining minerals. كل المعادن اللي موجودة جاية 75% منها في الحتة دي، عشان كده سموها golden. The project is implemented by Italian company the Polonia seeking to attract investments حوالي 19 بليون دولار. The project aims to establish a new industrial capital by building an industrial, commercial, mineral and touristic zone to serve not only Egypt but the African continent. The region enriching metallic and non-metallic minerals including iron, copper, gold, silver, granite and phosphate. These products are involved in manufacturing of many high economic industries and manufacturing of construction and cement material. هي بتقع خارج إنا وهي مكان أبو ترتور، ده مكان مشهور قوي, a mining area which holds the biggest phosphate reserves. طبعا انتوا مش عارف اذا كنتوا تعرفوا أبو ترتور دي ولا لا. Estimated at almost a billion tons of phosphate rock. The Golden Triangle is 9,200 square kilometer plot with identified untapped mineral reserve. كلمة untapped يعني ما حدش لسه يعني استخدمها أو خدها. Egypt is ranked 7th worldwide in terms of phosphate ore reserves. يعني مصر الرانك بتاعها 7 في احتياطيات الفوسفات على مستوى العالم. Despite mining production levels remaining flat for the last few years. These mining wells will allow the region to set up new factories to produce cement, glass, silicon, chemicals and computer chips. وبعض المحاولات الأخرى لإنتاج الأسمنت من الطين والحجر الجيري وproduce gasoline from oil-based clay. في بعض الطين اللي هناك في oil وممكن نحن نطلع منه gasoline. gasoline ده اللي هو احنا بناخده في محطة البنزين. The region is also rich with tourist attractions. ايه بقى؟ كنا Kift Road served as a road for a pilgrimage in the past. حاجة ليها دعوة بالحج في الأزمنة القديمة. وفي opportunity تانية عبارة عن النقوش الموجودة في الرسومات الفرعونية في الطريق من إنا السفاجة. وممكن دي تبقى مكان جميل الناس تروح تعمل رحلات سياحية. The road also contains the largest mine fall, Al-Samiqa Imperial stones, historically used for the Roman Empire to decorate their temples. يظهر في صخور بتستخدم في decoration بتاع Roman temples. Several touristic resorts are being planned for Dendara, Laqita, and Kena Valley, as well as between Safaga and Al-Qusair areas. وعشان ندعم هذه الفرصة في قانون جديد عشان تنمية المثلث الذهبي ده. It will govern investments, cut red tape. يعني ايه cut red tape يا جماعة؟ للناس اللي بيحبوا اللغة يعني يقول لك اللغة انجليزي صعبة. يعني ايه cut red tape؟ يفتتح يعني؟ ها؟ يفتتح المشروع؟ لا 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 cut red tape يعني يقلل البيروقراطية, reduce bureaucratic processes and provide a familiar environment for international investors. في بعض الكلمات American culture أو English culture, red tape يعني الناس اللي بتوع اللي بيحطوا القيود البيروقراطية. Investments in the Golden Triangle are subject to special incentives and will receive fast track licenses اللي هو لسرعة إصدار التراخيص.
Finally, agricultural land is being allocated within the triangular area of reclamation and cultivation under strong incentives by the new investment law, قانون الاستثمار الجديد. Egypt has successfully raised $150 million من the International Finance Corporation for the development of its agricultural sector. يعني مش مصر دفعت الفلوس دي, واخد الفلوس من الهيئة العالمية دي, International Finance Corporation. ادي شكل المثلث اهو, ادي هنا وادي سفاجة وادي القصير اللي كانوا موجودين في اول سلايد, وادي مكان الجولدن تريانجل بالنسبة لمصر اهو. خلي بالكم نهر النيل بيعود كده شوية يمين وبعدين شوية شمال وبعدين ينزل وبعدين يطلع عند هنا هو وبعدين يرجع ينزل تاني. ليه بقى خد السكة دي؟ دي التضاريس بقى اللي هي ربنا خلقها, ودي سكة نهر النيل. في ايه تاني؟ في منظر اهو للمصانع اللي موجودة في الجولدن تريانجل, وهنا برضو هنروح نشوف فيديو تاني. السلام عليكم واهلا بكم. هنتكلم النهارده عن مشروع مهم جدا, وهو مشروع مثلث الصعيد, المشروع الاقتصادي العملاق اللي هيغير شكل الصعيد تماما. والناس اللي كانت بتسأل هو فين الصعيد من المشروعات والتنمية, وليه دايما التنمية في شمال مصر أو وجه بحر بس, ياريت نتابع الفيديو ده للآخر, لأنه دلوقتي متاح فرصة ذهبية للارتقاء والنمو بالصعيد وخلق فرص عمل عظيمة لأهل الصعيد. وخلال أعوام بسيطة هيشهد الصعيد نهضة غير مسبوقة, لكن بشرط معين لازم يتحقق. هنعرف كل التفاصيل, تابعونا لآخر الفيديو. في البداية عايزين نعرف ايه هو المثلث الذهبي للصعيد وفين مكانه تحديدا وايه الهدف منه. المثلث الذهبي للصعيد هو مشروع أعدته الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء, وأشارت بوجود كنز بالصعيد غير مستغل وثروات معدنية ضخمة مكانها تحديدا بمحافظة البحر الأحمر في الصحراء الشرقية, وده بيشمل المنطقة الواقعة بين سفاجة والقصير على البحر الأحمر وإنا على النيل, يعني موقع استراتيجي بيجمع بميزة البحر والنهر. والهدف من المشروع هو تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة دي وتحولها لمنطقة اقتصادية خاصة بالصعيد, هتكون شبيهة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس, لأن منطقة مشروع مثلث الصعيد بتتميز أنها منطقة مواني بحرية ومنطقة غنية بجميع ثروات التعدين اللي هتغذي قطاع الصناعة المصرية. وكمان المنطقة دي منطقة سياحية بكر بتتميز بوجود أجمل شواطئ البحر الأحمر, بالإضافة أن المنطقة غنية بالثروة السمكية وكمان بتملك فرص عظيمة للتنمية الزراعية, وكل ده هيوفر من 350 ألف مليون فرصة عمل لأهل الصعيد نتيجة مجموع المشروعات والمصانع اللي هتتنفذ في المنطقة. عناصر المشروع, لو اتكلمنا عن الكنز الحقيقي في المشروع ده فهو بدون شك الثروة المعدنية اللي هيتم استغلالها. تخيل حضرتك منطقة واحدة زي دي غنية بالذهب والكروم والحديد واليورانيوم, ودي الخامات الفلزية بس. أما الخامات اللي هي فلزية فعندك الاستبسوس والمنجنيز والتفلة الزيتية والفوسفور, ده غير الخامات الأولية اللي بتدخل في صناعة مواد البناء زي الأسمنت, وكمان عدد كبير من الثروات المحجرية زي الحجر الجيلي والبازلت والصخور الفوسفاتية والرمال البيضاء. ثروات التعدين في المنطقة دي بس كفيلة إنها تحط مصر على الخريطة العالمية سواء في التعدين أو الصناعات المحجرية. المحور الثاني هو استغلال الزراعة بالمنطقة, والهدف هو زراعة 36 ألف فدان عن طريق استغلال المياه الجوفية في استصلاح الأراضي, لأن منطقة الصحراء الشرقية عموما مليانة بكنز المياه الجوفية الغير مستغلة. المحور الثالث هو تنمية السياحة, وده هيكون عن طريق إنشاء مجموعة مشاريع سياحية على طول محور البحر الأحمر, لأنها لسه منطقة بكر بتتميز بمحميات طبيعية ومناطق أثرية رائعة. فالمنطقة دي تحديداً هتكون قصة تانية ومن أهم المناطق السياحية في مصر. المحور الرابع هيكون إنشاء منطقة اقتصادية على محور البحر الأحمر
هتتيح استغلال كل الاكتشافات التعدينيه اللي قلناها قبل كده عن طريق مجموعه مصانع ضخمه هتشغل الالاف وهتخلق فرص عمل جديده. المحور الخامس هو تطوير منطقه المواني على طول البحر الاحمر زي ميناء سفاجة وإنشاء مواني جديدة هتخدم حركة النمو الصناعي والزراعة وهتطور النشاط التجاري اللي بتشهده مصر حاليا. كل ده هيسمح بانتقال جزء كبير من السكان خاصة شباب الصعيد اللي هيتنقل من منطقة وادي النيل للمنطقة الجديدة لأنه هيتم إنشاء 4 مدن مستدامة هتستوعب 2 مليون نسمة. هيكون فيها عاصمة لمثلث الصعيد هيكون بينها وبين قنا حوالي 100 كيلومتر. وعشان تعرف حجم المشروع قد إيه ضخم تكلفة المشروع ده تقدر ب 16 مليار دولار وده يعتبر لا شيء بالنسبة لعوائد المشروع اللي هتبلغ من 6 ل 8 مليار دولار سنوي ده غير انه هيوفر من 350 ألف لمليون فرصة عمل في مرحلة الأولى بس واللي هتكون أول 5 سنين. المشروع هيستمر تنفيذه على مراحل متتالية لمدة 30 سنة وحاليا الهيئة المختصة عن مشروع مثلث الصعيد بدأت في طرح بعض المشروعات لتنفيذها واللي كانت اتعطلت مؤخرا بسبب أزمة كورونا وحاليا تم البدء في تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالثروات المحجرية وإنشاء مجموعة من المصانع تواليها تنفيذ مشروعات كبرى في قطاع الثروات التعدينية والزراعية والسياحية. المشروعات دي كلها اتخصص لها مساحة 840 ألف فدان وهتكون أشبه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهتنقل الصعيد نقلة تانية خالص وهتحوله من منطقة طارئة للسكان بمنطقة جذب استثماري هتوفر الآلاف من فرص العمل. أخيراً النصيحة اللي قلنا عليها في أول الفيديو هي نصيحة بسيطة لأهلنا في الصعيد واللي بنقدرهم وبنحترمهم جداً لأن هم دول الناس اللي بنوا مصر وبنوا قدرتها واللي حقهم إنهم يكونوا في أفضل مكان وينعموا بالتنمية والتطوير اللي بتشهده مصر حالياً. فعايزين نشوف إيه هي المعوقات اللي أخرت الصعيد لمدة 30 سنة غير موضوع إهمال الحكومات المتلحقة للصعيد. وخلينا نقول معلومة، مفيش دولة في العالم أو شعب هينهض بحكومته فقط، لازم الناس كمان تساعد حكومتها، تحديداً لازم الناس تقضي على المعوقات والعيوب اللي ما زالت موجودة بالصعيد حتى الآن واللي بتعطل أو بتقتل أي فرصة للتنمية. وأهم المشاكل دي هي الزيادة السكانية اللي بتعاني منها مناطق كتيرة بالصعيد، فلازم نشوف لها حل لأن أي تنمية هتحصل ولو حتى عشرات أضعاف اللي بيتعمل دلوقتي مش هتظهر ولا هنحس بيها طول ما في انفجار سكاني بالطريقه دي. حضراتكم ممكن تشوفوا الهند 5 أكبر اقتصاد بالعالم، ايه هو وضعه ومستوى دخل الفرد عنده؟ هتلاقوه سيء جدا والشعب الهندي من افقر الشعوب، وكل ده بسبب مشكله الزياده السكانيه اللي بتاكل اي تنميه ممكن تحصل. الخريطه السكانيه لمصر بتقول ان محافظات الصعيد هي السبب الرئيسي في الزياده السكانيه، والمساهم الاكبر في الزياده بنسبه تصل ل 45%. فكل اللي بنقوله يا ريت نقضي على معوقات الزيادة السكانية عشان تقدر تربي ابنك وتعلمه كويس. الموضوع يا جماعة ليه علاقة بالوعي ولازم تبدأ بنفسك عشان تعيش صح وتطور نفسك وتطور حياتك. بس كده خلصنا، وفي النهاية بنتمنى نشوف صعيد مصر في أفضل مكانة ويحقق الرقي والنمو اللي بنتمناه كلنا. لو عملت الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شباب انتوا شفتوا الفيديو ده؟ انا كنت بس عايز اسالكم، هو الفيديو ده مفروض عن المثلث الذهبي، لكن الراجل الحقيقه في وسط الفيديو كان مصر على ان هو يبعت رساله تانية غير موضوع المثلث الذهبي. هل انتوا عارفين ايه الرساله دي؟ اللي هو الزياده السكانيه. بالظبط، الزيادة السكانية حاجة قالها في الآخر، لكن في حاجة من أول الفيديو هو شغال عليها عاوز يبعتها عن 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 حاجة تانية غير الزيادة السكانية. إن الصعيد كان مهمل؟ بالظبط كده، كان عاوز يقول اللي اتفرجوا على الفيديو خلاص الصعيد ما بقاش مهمل وإن الدولة ابتدت توجه استثمارات كبيرة ليه، لأن هو قال برضو معلومة جميلة قوي، قال لك إن الزيادة السكانية دي 45% منها جاي من الصعيد. فلو احنا قدرنا ان احنا نعمل تطوير بحيث الحياة تبقى احسن شوية ونعمل awareness عشان عدد السكان، ممكن ان احنا
نوصل لشكل تاني خالص. الحاجة الجميلة برضو ان الفيديو ده ما هوش 3D animation، كله صور. وفي حاجة بقى ان في متحدث، عاوزين نعرف منكم تأثير المتحدث على الرسالة. هل لو كان كتب كلام زي الفيديو اللي فات وعمل background music حتى لو في real photographs و real video كان هيبقى احسن، ولا الكلام اللي بيقوله الراجل ده بيضفي element على الفيديو وبيخلي الرسالة توصل اكثر وضوحا؟ وبيخلي الرسالة توصل اكثر وضوحا، بس الكلام المكتوب حيادي اكثر، الكلام بيوضح اكثر بس بيحط عليه وجهة نظره. هو انت عندك حاجة مهمة قوي، ان لما يجي حد يتكلم ما نقدرش نطلع الانديفيديوال إليمنت ده من الكلام بتاعه، يعني الرأيه هيبقى داخل جوه الكلام لأنه هو اللي بيتكلم. مع ان انا متأكد ان الراجل ده عنده سكريبت بيقرأ منه، يعني مش بيرتجل، وبالتالي تبقى حتى الكلام اللي هو بيقوله it was يعني done intentionally، لان اي فيلم بيبقى له ستوري بورد، وانا عملت كذا فيلم قبل كده ما فيش كلمة بتطلع غير بيكون ايه متفقين عليها. ده مش انترفيو ولا حد قابل واحد في الشارع وخد منه حديث، لا ده فيلم دعاية، والكلام اللي فيه محطوط بترتيب معين يعني لتصدير رسالة معينة. تمام يا شباب، تعالوا نشوف بقى هنتنقل كده لحاجة يعني colorful اكتر، وهي اسمها الجراند ايجيبشن ميوزيوم. يا جماعه عايز اسالكم، هو الجراند ايجيبشن ميوزيوم ده هو اللي في ميدان التحرير؟ انا متهيألي كان فتره لو نقل الموميات وكده بيودوا لي اللي هو الجديد، صح؟ العاصمه الاداريه الجديده. لا، كويس ان انا سالت السؤال ده لان طلع انكم مش عارفين. طيب، وهل الجراند ايجيبشن ميوزيوم ده هل هو اللي في ميدان التحرير؟ ولو ما كانش هو، امال اللي في ميدان التحرير ده هيبقى مصيره ايه؟ ولا مش عارفين اجابه السؤال ده؟ هو يا دكتور اللي انا اعرفه مثلا ان المتحف الكبير دوت ده اللي قدام الاهرامات اللي بتعمل حاليا. بالظبط. وايه علاقته باللي موجود في ميدان التحرير؟ هو اكيد برضو في بعض القطع متخزنه في المخازن وكده، فهم هيعرضوها بقى في المتحف الكبير، وهو هيقسمه بقى ما بين القطع وكده فيها. خلاص، نتيجة الحديث اللي حصل بيني وبينكم يا شباب، أنا بالإضافة للفيديوهين الجمال اللي هنتفرج فيهم على الجيم، شوف الاختصار بتاعه جميل قوي، Grand Egyptian Museum، هفرجكم على فيديو ثالث أنا ما كنتش حطه في الخطة بتاعتي، بس هحطه على الميوزيوم اللي هو في ميدان التحرير عشان تعرفوا إن according لخبير الآثار الفظيع المصري ده، عارفين اسمه ايه؟ زي حواس بيقول ان كل واحد فيهم له كاركتر وله حاجة معينة. اللي في ميدان التحرير ده بيعرض حاجة معينة اللي هي توت عنخ آمون، والجراند ايجيبشن موزيوم ده له رسالة تانية، عنده زي فكرة بانورامية كده اوفر فيو على كل التاريخ بغض النظر عن اذا كان توت عنخ آمون أو لا. فنتفرج نشوف كده مكتوب إيه في السلايد. It's intended to be the world's largest museum of Egyptian art and culture, poised between two worlds, the 5,000 years of ancient civilization and the modern one, has been conceived as a portal through time. جميل خالص. The gem will be a world-leading scientific, historical and archaeological study center. Total area 491,000 متر مربع. The colossal building covers 186,000 متر مربع. Housing 100,000 artifacts, some of which have never been shown to the public before. The building is intended to accommodate 15,000 زائر يوميا. Located هنا بقى, located between the modern complexities of Cairo and the ancient culture of the pyramids. Three significant elements organize the new museum. The plateau edge, which divides the site into higher and lower sections. خلي بالكم لان ده هيبان في الفيديو بعد كده. Secondly, the view towards the pyramids,
Thirdly, the approach from Cairo Alexandria Desert Road. يبقى دول الثلاث عناصر. Moreover, GEM offers promising investment opportunities for projects. These opportunities include a conference center, 3D cinema, 28 retail outlets, restaurants, and a boutique hotel. The location of the museum was chosen carefully and strategically as it's in very close proximity to the new Sphinx International Airport, which expects to receive a high number of international visitors. وادي المكان الايه اهو ادي مكان المتحف المصري الكبير اللي هو Great Egyptian Museum. ادي كايرو الكسندريا رود ودي الهاي ويز دي الخريطه بتاعته مكانه الجغرافي. وادي صوره من الصور الجميله. عارفين التمثال ده ايه اللي كان فين؟ رمسيس ده ولا مش عارفين؟ كان عارفين مين اللي نقله؟ ده استاذ من قسم ميكانيكا رحمه الله. كان هو استاذ فايبريشنز وهو اللي كان ماشي جنب التمثال لغايه ما وصل بالسلامه للمكان الجميل بتاعه ده. تمام. فاحنا هنا بقى ايه هنروح نتفرج على الفيديوهين. نتفرج ده كل واحد ركزوا يا جماعه. شباب احنا كنا عاوزين نتكلم على الفيديو ده لانه غريب قوي. الفيديو ده ليه؟ لانه يعني لانه ما فيهوش حد بيتكلم، ما فيهوش كلام مكتوب، ما فيهوش انيميشن. ده عباره عن صوره بتتحرك وفي باك جراوند ميوزك.
فأنا كنت عايز أسألكم هل النوع ده من الفيديوهات بيأثر أو يعني إزاي قدر يأثر فيك هو ما فيهوش الحاجات الأساسية دي؟ حد يعرف يجاوبني؟ تأثيره بالنسبة لك إنه قليل يعني عشان مفيش أي حاجة تجذب الانتباه كصوت يعني أو يعني كلام أقراه يشد انتباه. مش عارف أنا مختلف معك شوية في وجهة النظر. أعتقد إن حتى كلام الصور الجميلة والاتساع الكبير والكونستراكشن الكبير ده وشكل هرم في الباك جراوند والهايويز اللي بينه بيدي يعني نوع من العظمة اللي هي ما فيهاش كلام. يعني حتى لو أنا ما سمعتش كلام أو شفت النوتس اللي مكتوبة والكابشنز أنا حبقى إمبريست. فكم واحد متفق معايا في الكلام اللي أنا بقوله ده غير الشخص اللي اختلف معايا دلوقتي؟ يعني وانا متفق مع حضرتك في الكلام اللي حضرتك قلته، بس انا بتكلم كنوع من المعلومه. يعني انا يعني انا كشكل عجبني الشكل جميل ويريني ان دي حاجه جميله، انما كمعلومات وصلت لي يعني مش زي مثلا لو في كلام. حضرتك وصلت وجهه نظري، انما كشكل طبعا يبهرك بالشكل. بالظبط. يعني قصدك ان احنا يعني في الفيلم اللي فات ده عملنا نوع من الابهار من غير المعلومات، صح؟ بالظبط. تمام. احنا يعني طيب في ايه في الصور اللي شفتوها very outstanding؟ يعني هل ايه اللي لفت نظركم بالرغم ان كانش فيه كلام وما كانش فيه captions؟ مثلا السعة بتاعت المتحف من جوه. اتفضل. هو لفت نظري الموقع بتاع المكان نفسه اللي هو بيوازي الأهرامات الثلاثة مع بعض. يعني هو الموقع بتاع المكان هو ده اللي أبهرني صراحة من المكان كله أو الموضوع كله يعني. بالضبط. أعتقد إن اختيار المكان بتاعه والحاجات اللي الناس هيشوفوها لما يخشوا المتحف ويطلعوا فوق، أعتقد ده من ضمن الإبهار الجميل لاختيار الموقع وتصميم المبنى نفسه. المبنى غريب يعني مش مفيش أي حاجة شبهها، لا عمارات لا اي مثلا معارض ولا حاجه، كلها بيبقى لها شكل نمطي. ده الحقيقه شكله فيه كثير من الابداع. طيب دلوقتي هنبص على الفيديو الثاني ده، بس الفيديو الثاني ده مختلف. ومن ضمن الحاجات اللي احنا هنسالكم فيها او نتناقش فيها هو ايه وجه الاختلاف، وهل المسج دي اقوى ولا ازاي تقارن بالمسج اللي فاتت. يلا انجوي. Thank you.
شباب، ايه الملاحظات بتاعتكم على الفيديو ده؟ كان مكتوب فيه كلام، يعني في الاول كان مجرد صور بس، ده كان مكتوب فيه information. لاحظتوا ايه في الانفورميشن دي؟ كانت فيها حاجة very peculiar، ولا انتوا ما خدتوش بالكم منها؟ انا عجبني صور اللي هم ان هم بيرمموا الاثار، يعني بيرجعوا لحالتها. طب لاحظت يا باشمهندس ان الصور دي فيها تكرار من الفيديو الاولاني، يعني فيها ريبيتيشن كتير منها في الفيديو الاولاني. لا خدت بالي طبعا، هي نفس الحاجه. هي نفس الحاجه، بس انا كان قصدي كنت متصور انهم هياخدوا من زاويه تانية، او يظهر اللي خد الصور، يعني الناس الصور دي، الناس اللي عملوا الفيديو الاولاني واللي عملوا الفيديو التاني استخدموا نفس الصور اللي في مركز الترميم ده، كان قصدي. لاحظت الموسيقى أيوة. الموسيقى اللي هي في الثاني دي كان فيها سسبنس اكتر، يعني في الاولاني كان شويه يعني ايه ما فيش تركيز او كده، بس في الثاني ما اعرفش ليه استخدموا موسيقى غريبه كده. الحقيقه الكومنت بتاعتك دي في منتهى الجمال. ليه؟ لان الموسيقى دي حاجه كبيره خالص، يعني الموسيقى دي ممكن تاثر في الانسان تاثير كبير، وعشان كده الباك جراوند ميوزك دي لازم الواحد لما يختارها يكون فنان كبير وعارف هتاثر في الناس ازاي. في حاجه ثانيه برضو غريبه لاحظتوا، ان التكست اللي موجود في الفيلم الثاني تقريبا زي التكست اللي قريته لكم في السلايدز، ولا ما خدتوش بالكم من الحكايه دي؟ اخذنا بالنا يا دكتور. لان كان في بيقول لك الثلاثه اليمنتس هم نفسهم وعدد الناس اللي هيزوروه وتمثال رمسيس الثاني، في حاجات كتيره جدا متاخده من التكست اللي انا قريته. الحاجه بقى الغريبه قوي ان اختصار المتحف المصري الكبير جوه التكست مش كاتبينه جي اي ام، كاتبينه ايه؟ خدتوش بالكو؟ جي ام اي بالظبط كده. ومصرين، يعني انا قلت يمكن اول مره غلطوا في اول جمله ولا حاجه، لكن يظهر ان هو for some reason the mistake يعني propagated لغايه ما خدتوش بالكو من الحكايه دي ولا ايه؟ احب اوريكم الحته دي تاني يمكن. اخذنا بالنا. جي ام اي اختصار غريب شويه. دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي نظرا للاهتمام بتاع الفرق ما بين المتحف المصري الكبير ومتحف القاهره، فانا هوريكم الفيديو ده. انا عايزكم بس الغرض انكم تشوفوا قد ايه الفرق، او يعني ازاي ده حاجه والتاني حاجه تانية، وجه الشبه بينهم ايه ووجه الاختلاف بينهم ايه. يلا انجوي. Thank you.
golden boy, of course, has been for almost a century now, the poster boy for ancient Egypt. His death mask was sublimely, breathtakingly crafted over 3,300 years ago. 24 pounds of beaten gold, eyeliner of lapis lazuli, eyes of quartz and obsidian, probably the most recognizable artifact we have from antiquity. You know, if you ask a child from the age of 8 and you live in Egypt, you will tell you, think that. I made a Skype last week to a school in the States. All the children, they ask about one thing, Tutankhamun. The sun always mattered hugely to ancient Egyptians, where it rose, where it set. It almost certainly influenced where they built the pyramids and the Great Sphinx, ancient wonders in granite and limestone. Now, just over a mile away, modern Egyptians have been building a new home for Tutankhamun and his ancestors, something monumental of their own in glass and concrete. Construction has taken 8 years so far, the opening delayed multiple times, but the Grand Egyptian Museum isn't called grand for nothing. Almost 500,000 square meters, it's the size of a major airport terminal. Most of the huge cost has been met by loans from Japan. The Egyptians sadly want the tourists back in numbers. This museum amounts to a calculated gamble, a $1 billion bet on Tutankhamun. When his treasures finally arrive here next year, they'll be the star attraction. This should be their last resting place. A selection of Tutankhamun's treasures have been on the road off and on since the 1960s. The boy king as guardian statue, his face and body painted black to symbolize the fertile silk of the Nile. And here, gleaming, wearing one of his many crowns, on the back of a golden throne, a tender marital portrait, king and queen bathed in the golden rays of the sun. And here, on a golden fan, out hunting in his chariot. Tutankhamun's portrait was always idealized, as it was on his death mask. The reality may well have been rather different. Just look at his pitiful mummy, at first revealed in 1925. Tutankhamun was probably a child of incest. Was about 5'5", and scientists think that he may well have had a club foot and buck teeth. Dead at 18 or 19, Egyptologists still speculate about what killed him. When you go really deeply in the collections of the king, the history of the king, you discover that he was really an important king. What is also important about the king is that his life and his death are still mystery. And that's why people all over the world are still fascinated by him. This was part of the winning design for the museum, a facade or freestanding wall of semi-translucent stone, 1 kilometer long, which could be backlit at night. The architects were a small Dublin-based practice led by an American-Chinese architect, Shi Fu Peng. The Egyptian revolution in 2011 delayed things. Construction only began in earnest the following year. We first caught up with the project 6 years later in 2018. The pyramid entrance had already taken skeletal shape. It's a new landmark that is being added to the complete view of the city of Greater Cairo. And for the first time, the pyramids and the fantastic treasures of Tutankhamun will be eye to eye. Driving up to the museum a few months ago, and everything looked pretty much landscaped and ready. Elsewhere, it's still a construction site, and COVID-19 hasn't helped. Going in, everyone had to have their temperature checked, including us. Like extras from a remake of Ghostbusters, the spray guns were out dispersing disinfectant. The man in charge of the entire site is an engineer and an army general. رغم فيروس كوفيد 19، لكن احنا شغالين بشكل واعي جدا. في تدابير
افتراضية ضخمة تحضر نسبة التنفيذ أكثر من 96.5%. المتوقع من الأعمال هو الأصعب على الإطلاق. On the ground, we quickly got a sense of how gargantuan this project really is. The statue of Ramses the Great, the largest of all the museum artifacts, arrived in 2018 so they could build the atrium around him. Some 35 feet high, 83 tons of red granite, he's simply magnificent. Even with his nose royally chipped, his stubby toes lightly coated in dust. This was a much better place to hang out, much less polluted than where Ramses used to stand outside Cairo's main railway station. Companions on a grand staircase behind him are mostly still under wraps. There'll be 87 statues of pharaohs and Egyptian gods on the steps. As you ascend, you'll get a sweeping potted history of ancient Egypt, some 5,000 years of it. المشروع فيه إن شاء الله نهاية هذا العام. هنبتدي بعد كده الجانب الأسد اللي هيتم إن شاء الله في بداية العام القادم. قد يستغرق من 4 لـ 6 شهور. بإذن الله يبقى كوفيد-19 سابنا وساب العالم كله ونقدر بعد كده نحدد موعد الافتتاح من خلال أركان أساسية. No prizes for mentioning the recurring motif. We were pyramids, a mosaic of them, upright and sometimes inverted. Even a resting crane was perfectly aligned with the Great Pyramid. Reassuringly, as on many a building site, there was still a man wandering around with a wooden plank on his shoulder. We never found out quite what he was up to. But what was clear, even from our brief visit, is that this is a museum with a view. The tourists may need to set aside 2 days to get around it. In the vastness of it all, slowly but surely, they were beginning to tidy things up. An end finally seems in sight. I've been marveling at what the ancient Egyptians left us for some 20 years now, the rough time they think it took Pharaoh Khufu to build himself a tomb, the Great Pyramid. From architectural competition to planned opening next year, the Grand Egyptian Museum has also taken almost 20 years. The museum is manifestly a matter of huge prestige for Egypt. In tandem with the building, an extraordinary program is underway to conserve every single one of Tutankhamun's treasures. The intention is to exhibit them all together for the very first time. The conservation centre for the Grand Egyptian Museum is said to be the largest of its kind in the Middle East, and a seemingly endless corridor with 10 different laboratories off it, all devoted to the art of conservation. You need intense concentration, a good eye, and a steady hand. In the labs, almost a monastic silence, over 5,000 artifacts to conserve from Tutankhamun alone. This magnificent panoply of death, in the words of Howard Carter, the man who found his tomb. Everything has been freshly conserved so they can show it all for the very first time in the new museum. I never thought to see young Egyptian genius whose golden hands returning every piece back. That was the first thing that captured. The lion goddess Menhit, with nose and tears of blue glass, eyes of painted crystal. The deity Amut, part hippo, part crocodile, part lion, with teeth and red tongue of ivory. The cow goddess Menhit, Weret, a pair of them, so the discs wedged between their horns. Apparently, these ritual couches were intended to speed Tutankhamun on his journey to the afterlife. After conservation, they remain in astonishingly good condition. This was a privilege for us to witness.
to see all this material because there was under glass in the new museum. And not everything was golden. Tutankhamun was buried with some 90 pairs of sandals, some of rush and papyrus, others of leather and calfskin. As seen before conservation, his pair had partially rotted away, but they were still somehow saved. We created a new technique by using some special adhesive. As you saw, the installation it was very bad, and yeah, I think it's come to life again. One pair, almost brand new it seems, was decorated with captured warriors, one Nubian, the other Asiatic. These sandals Tutankhamun could symbolically crush his enemies underfoot every day. And what we are doing here is rediscovering the ancient Egyptian. We are doing a job which is really as important as it was done. The Englishman Howard Carter in the center with the walking stick and his team. He was 48 years old when he made the discovery of his life. He would spend a decade from 1922 to 1932 recording the treasures and methodically clearing the tomb. Without his doggedness, Tutankhamun might never have been found. And without Tutankhamun, we probably wouldn't have a Grand Egyptian Museum. This king was unique. And I think Howard Carter was so lucky to discover his tomb. And this is, in my opinion, is the most important discovery that's still in archaeology. Our Carter's archive is kept at the Egyptology Center, the Griffith Institute at Oxford University. His portrait has pride of place. A meticulous, demanding man, Egyptology will forever owe him an immense debt. On the light box, official record of his extraordinary achievement. One of the precious plate glass negatives taken by his photographer, Harry Thurton. This is the tomb's antechamber. On the left, a jumble of chariots and chariot wheels against the wall. To the right, some of the ritual couches. Some photos have been recently colorized. In this negative, you can just about make out Carter posing a little theatrically. Crowbar in hand, he eases out a rock as he breaks into the burial chamber. A select group of guests, including his backer, Lord Carnarvon, were seated behind the camera watching history unfold. For his time, Carter's clearance of the tomb was exemplary. Artifacts like this guardian statue were sprayed with protective paraffin wax. But now, almost a century later, the wax has been taken off. This, a ceremonial chariot, every little bit of wax winkled and teased out, and the old sheen restored. Tutankhamun's outer coffin has been fumigated for insects. Just conserving this single artifact has taken some 8 months. This is the first time the coffin has ever left the tomb in the Valley of the Kings, some 300 miles to the south near Luxor. And it won't be going back there. To be honest, most of the people on the West Bank were angry because of this. But when we took it out of the tomb, and the people have seen how the bad condition of the coffin was, so the people started to encourage us to get it back to how it looked like before. The local residents did win one campaign. They're going to keep the mummy. Like the outer coffin, the authorities had wanted it for the new museum. The people in Luxor think that their grandfather could stay there. And I really do respect this. When we decided to move it 3 months ago, all the people in Luxor disagreed with that. And this really actually made me happy. The mummy will stay there. 15 years ago, Zahi Hawass did manage to borrow the mummy for a CT scan, but only for the day. When I went to scan the mummy, and I took the mummy out of the coffin, I looked at his face. That's the most beautiful bone in the mummy. That is covered November 4th, 1922, 5,398 Oxford pounds. Excavated by Carter for 10 years. The curse
everything, it seems, always comes back irresistibly to Tutankhamun. A century ago, only a few Egyptologists even knew his name. Now, everybody does. Central Cairo and one of its most distinct landmarks, an unmissable edifice of sand-pink sandstone. The Egyptian Museum of Antiquities, so beloved by Egyptologists, opened in 1902, hall after hall of statuary and an ever-expanding collection. And here's where you can meet some of the relatives, the long-faced Akhenaten, Tutankhamun's father, his stepmother, the beautiful Nefertiti, and his great-grandparents, Yulia and Tuya, once a power couple at court. You can also find other superlative gold jewelry masks. These are from Canis, a complex of royal tombs in the Nile Delta. They'll move into the Tutankhamun galleries once his treasures have been moved out. You know, that museum, you cannot close it, even if you have the grand museum. Still, if you enter this museum, you smell the history, you smell the past. And that's why we are keeping it as it is. Of course, tourists always swiftly take the stairs to the second floor of the Cairo Museum. This is where, for the time being, you can still find the death mask and the rest of Tutankhamun's treasures. The display here has always seemed a little dull. Beautiful but old-fashioned glass cases and drab lighting. But then gold is still pretty stunning in any light. This is solid 22-carat gold, Tutankhamun's innermost coffin. Just over 6 foot long and a hefty 240 pounds, about the same weight as Anthony Joshua, the heavyweight boxing champion. More endearing, perhaps, a painted wooden sculpture of Tutankhamun, probably executed when he was in his early teens. This may have been a mannequin for his clothes. Back in the labs, they have, in fact, been carrying out the first ever scientific study of those clothes. This, believe it or not, is a scarf or shawl several meters long. Remember, like everything else, it's more than 3,300 years old. The research is part of a joint Egyptian-Japanese project. Among the many objects from the Tutankhamun tomb, textiles are the most deteriorated materials. Therefore, it was a request from the Egyptian government to work especially on the textiles from the beginning. The triangle on the table is one of Tutankhamun's linen loincloths. Over 100 examples were recovered from the tomb and were evidently used in life. I think there is no other project in the world which could compete to conserving Tutankhamun textiles. They're very, very important. They are fantastic materials. This has been identified as a tunic of some kind. It will still clearly make up the design of a lotus flower, for ancient Egyptians, the symbol of eternal life. Japanese experts have also been advising on the big move from the Cairo Museum to the Conservation Lab. A few years ago, pre-conservation, a ritual couch was bandaged up like a patient with sunburn. Traditional Japanese washi, or tissue paper, applied to fragile areas of gold leaf. A hunting chariot needed a bespoke crate and a lot of man handling, almost enough men for a football team. The journey to the conservation center is about 10 miles, the lorry wrapped in a Japanese flag. Tutankhamun's six chariots, they discovered, were all made from a hardwood, elm, a tree not native to Egypt. The wood probably came from somewhere in the eastern Mediterranean, over 500 miles away. These gold leaf rods were a bit of a puzzle. We now know they're part of a sunshade for a ceremonial chariot, the oldest sunshade ever found. This was another discovery. The dagger found with a mummy
is made with iron from a meteorite. Anything that fell from the heavens seems to have had special meaning for ancient Egyptians. Back in the 1920s, most of Carter's laborers were Egyptian men and boys. They geared the scree right down to the bedrock. They carried the boxed up treasures to the Nile for the boat journey up to the Cairo Museum. Among these treasures, a fabulous pendant covered with scarab beetles, the ancient Egyptians, the symbol of the sun and rebirth. For some reason, a boy who supplied water to the workers was photographed wearing it. This, so the story goes, is the child who actually found the tomb. Clearing the space for his large water jar, he chanced on the first step, the first of a flight of 16 down to the tomb. We expect his story to feature in the Grand Egyptian Museum. On site, we weren't allowed up the stairs to see the Tutankhamun exhibition space, but we do know that it's up there and off somewhere to the right, and that it'll be massive, 7,000 square meters. The Egyptians expect 2 to 3 million visitors in the first year. They're hoping for up to 7 or 8 million in the longer term, and that would make the new museum among the top three most visited in the world. The Egyptians will soon have twin attractions on the Giza Plateau, the pyramids and Tutankhamun. In death, the golden boy became a god. That's what ancient Egyptians believed. For them, gold was the flesh of the gods. Of course, it's that gold that dazzles us still, and will surely tempt some of us to visit the treasures of Tutankhamun in their new home. شباب معلش الفيديو طويل شوية ايه رأيكم في الفيديو ده وعلاقته بالفيديوهين اللي قبل كده فضل ديفيد عايز يتكلم ديفيد باهر عياد سيرجيوس طيب whoever likes to talk now huh? حد عايز يكومنت يا شباب الفيديو موضح في الاول ان بره مهتمين قوي بتوت عنخ امون عن اي حد تاني عشان كده عملوا له يعني حاجه خاصه بيه كمزار يعني يبقى جاذب للناس عشان مهتمين بيه جدا تمام مين البروديوسر بتاع الفيديو الرائع ده انا لقيت في الاخر اسامي كتيره كان في اوكسفورد يونيفرسيتي وكان في زي حواس كان في اسامي كتير لا لا ده كان في على اليمين تحت اسم القناه الاخباريه المشهوره اللي هي عملت الفيلم CNN طبعا في فرق شاسع بين الفيديو ده والفيديوهين اللي قبل كده اللي معمولين لوكال ولو ان فيهم مجهود لكن ولا شك ان الفيديو الثالث ده احترافي بطريقه مختلفه ديفيد باهر عايز يقول حاجه ولا مشي ايه تاني يا جماعه outstanding about the video تفضل شكرا هيا شباب عايز تقول حاجة يا ديفيد ولا انت قلت خلاص ولا ايه لا يا دكتور ده هو اللاب ما علق بس انا كنتش رافع ايدي تمام تمام anyway we are coming now to the end of the lecture والاسبوع الجاي زي ما اتفقنا هيكلمكم الدكتور حسن مهدي عن مشروعات الطرق وwe will see you next week if you don't have any questions و good luck في الكويز يوم الاربع اوكي يا شباب دكتور بعد اذنك كنا مستأذن حضرتك لو ينفع الكويز يتأجل بعد الميد ترم عشان الضغطة بتاعتنا وكده لا 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 لان احنا دول 10 اسئلة ممكن يتجاوبوا من غير ما تحضر الكورس خالص والنما ويدل على ذلك النتيجة بتاعت الكويز الأولين معظم الناس مجايبين 9 أسئلة تمام أوكي يا شباب لو ما فيش حد عنده كومنتس تاني This is the end of our lecture today We see you next week تمام يا دكتور كويز فورنا
سيرش على على جوجل فورم، عشان جوجل فورم بيملكوا حتى مفيش اي معالجه. ممكن حياتك you can communicate with engineer Myrna if you have a specific problem about the Google Sheet. Okay? If you don't have any further comments, I will end the meeting now. See you next week.